الضوء الاحمر اللي يصير. طبعا كل ما اسوي هيك احس صوتي يتغير. وعلى الحبايه صدمه. هلو جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. اليوم راح اسوي وياكم عنايتي الليليه بالبشره، بشره وجهي. صار لي كل شوي مسويتها وياكم، فاليوم حابه اسويها وياكم واشوفكم شنو البرودكتس اللي دا استخدمها. واليوم راح استخدم وياكم هذا الجهاز. هذا الجهاز انا مشتريته من الامازون، راح اترك لكم اللينك. مشتريته اكثر من سنه صار لي من مشتريته، وبصراحه استخدمه بس هاي اول مره استخدمه وياكم. هذا الضوء اسمه هاي فريكونسي ريد لايت، اللي هو يكون مثل الليزر الاحمر، مثل الضوء على البشره تحطه يساعد انه يقتل البكتيريا. وهذا مكتوب عليه انه يساعد الشيخوخه، مثل الانتي ايجينج، يخلي البشره صحيه صغيره لمده اطول، ويساعد على كوما اشياء، بيسكلي البلود فلو اللي هي الدوره الدمويه بالوجه، يساعد حتى بويصلات الشعر انه تبقى صحيه. انا مو دائما استخدمه على شعري، بس اليوم راح استخدمه وياكم على شعري حتى اشوفكم شلون استخدمه من استخدمه على شعري. طبعا انا هسه ما حاطه ولا نقطه فاونديشن على وجهي، كل اللي حاطته كونسيلر هنا، و that's pretty much it. ما حاطة غير شيء ثاني بصراحة. فراح أغسل المكياج وياكم اللي هو الكونسيلر والماتي الاس بي اف والكريمات اللي أحطها الصبح، راح أغسلها هسه وياكم ونجهز البشرة للفراش. حكيت كلش هواية، بس أصور حكيت بسرعة حتى توصلكم الفكرة هم بسرعة، you know. أوكي جايز، هسه رفعت شعري، راح أبلش أغسل وجهي. نغسل ايدنا، make sure your hands are always clean، دائما ايديكم تكون نظيفة قبل ما تلزمون وجهكم، هذا الشيء كلش مهم. أنا هذا البرودكت اللي استخدمه من Garnier اللي هو foaming gel cleanser، ينظف المكياج واغسل مكياجي بيه ابد ما استخدم هاي الوايبس او اي شيء بيه تمسيح وهيجي جرب، ما استخدمه ابد. قبل كنت، بس هسه ابد ابد ما استخدمهم. دائما من اريد امسح مكياجي امسحها بفومينج جل، بكلنزر، ميك اب ريموفر، المهم مو وصله او كوتن وايبس او اي شيء من هذول الوايبس اللي يجرجرون بالوجه، لان احسها ابد مو زينين على البشره وتسبب تجاعيد. هاي رايي الخاص، واكيدكم عالمهم توافقني هذا الراي. اي هوب سو. المهم هسه راح احط شويه على ايدي وامسح مكياجي. راح اركز على منطقه العين، لان انا حاطه بس كونسيلر، ما حاطه غير شيء ثاني. انا كل ما استخدم كلينزر او ميك اب ريموفر دائما احاول اغسل وجهي، يا اما مرتين يا اما مره حسب كميه المكياج اللي حاطته. ودائما احاول اغسل وجهي لمده اقل شيء دقيقه حتى صدق يروح كل البرودكتس الموجوده على البشره. لو حتى لو حاطين بس كريمز، بس اس بي افس، هذول انتم تريدون تشيلوهم حتى تحطون برودكتس جديده، فلازم انه تدققون تنظفون البشره حتى لو ما حاطين مكياج. هسه اغسلها بالمي. هسه راح استخدم هذا البرودكت، هم راح اكتب لكم اسمه هنا. هذا البرودكت يساعد انه صدق ما تطلع لي حبوب، دا لاحظ كوما فرق عليه، صار لي فتره استخدمه. واحط شويه على ايدي، هلقد هلقد حطيت. ونفس الشيء هم اسوي غسول للوجه واحاول انه استخدمه لمده دقيقه. هذا الواش ب 10% معناها 10% بنزول بيروكسيد، تساعد انه تتخلصون من الحبوب، يعني يحارب الاكني، يحارب البكتيريا اللي تخلي الحبوب تطلع، فتقدرون تستخدموه على اي منطقه بجسمكم تعانون منها من حبوب. هسه راح اشيل هذا الفيس واش، صار له تقريبا دقيقه على بشرتي. خلصنا من تنظيف الوجه، شلت كل البرودكتس عنا، غسلت وجهي بالفيس واش وخلصنا من تنظيف الوجه. هسه راح استخدم وياكم هذا البرودكت اللي قلت لكم عليه اللي هو ضوء احمر. هسه راح تشوفون، افتحه وياكم. طبعا انا فاتحته قبل 20,000 مره، وهالاوراق يمكن قرأتهم مره واحده لان تجي ويا تعليمات، فقرأتهم بس اول مره وها هي. وهيك يكون البرودكت، هذا هو البرودكت تشوفون، هاي الديفايس بس اشكلها بالكهرباء.
وتجي وياه هاي الرؤوس مالته، هاي مال الشعر هيك تشكلوا وتمشطون الشعر بها. هسه اسويها وياكم. وهاي عندكم هيك مال وجه، وهاي هم مال وجه بس اذا تريدون تركزون على منطقة وحدة. وهاي راسها كلش صغيروني دا تشوفون هيك جلاس صغيروني، هاي بس على الحبايات، مثلا اذا حباية عندكم كبيرة وتريدون بس تحطون الضوء على الحباية تقدرون تحطوها بس هيك زز. اول شي راح ابلش به هو ويا مال حبوب، هيانا هيك هذا هو الراس، هيك ادخله وتصير مثل الكليك. واول شي انظف الراس وراح امسحه بالكلينكس. طبعا هذا الجهاز ما يصير يطخ البشره دايركتلي، لازم من بعيد يكون يشتغل وتحسون انتم بالنبذات مال ليزر. فباعوا من افتح شيء يطلع صوت تسمعون، هذا الصوت اللي يطلع اللي هو مثل الليزر، تقدرون تتحكمون بالقوه مالته من هنا. بس هو هيك مثل الكهرباء النثله تصير على الحبايه، حتى تقدرون تشوفون مرات النبذات شلون تتخلص من الحبايه. اذا الحبايه يكون راسها ابيض وطالع وتحطون عليها الضوء راح تشوفون ان النبذات هيجي دا تشيل البكتيريا، دا تشيل الحبايه، ما ادري شلون بس اني مجربتها وهيجي يبين عندي. بس هسه ما عندي ولا حبايه وما اصور اصلا بالكاميرا تبين. طبعا هاي تركيزها على نقاط محددة، فأحاول إنه على الأماكن اللي ممكن تطلع بها حباية أو أشوف حمار أو بداية فشي دا يريد يطلع أحط عليهم ضوء وصدق تتخلص من عندهم أصلا قبل ما يطلعون بصراحة. هسه أطفيها واستخدم غير راس، واني هذا الراس اكثر راس استخدمه، وحتى من اروح على تنظيف بشره او اماكن تنظف بشرتي هذا اكثر راس يستخدموه، ما شايفتهم يستخدموه غير روس. وطبعا هم ارش شويه عليه الكحول حتى اذا يطخ بشرتي يكون نظيف. اتصور راح احطها على 3، هنا اكو درجات انا راح احطها على 3 واسوي زقزاق على كل البشره. That's it. مثل ما شفتوا كلش بسرعة هيجي حركته على وجهي، يعني يمكن ياخذ معدكم البروسيس 3 دقائق. هسه راح احط هذا الراس اللي هو امشط به شعري، تشوفون الضوء الاحمر اللي يصير، اكثر شيء اركز به على فروة الشعر. هم تقريبا 3 دقائق على الشعر. يجي على الديرما رولر، طبعا الديرما رولر اني استخدمها تقريبا 5 دقائق على وجهي دائما قبل وبعد الاستخدام ارش عليها الكحول، انتظرها تنشف واستخدمها. نشف كل الالكحول عن الديرما رولر. هسه راح ابلش اسوي وياكم الديرما رولر. طبعا ما حاطه اي شيء على وجهي، اكو عالم تحب تحط سيروم ووراها تسوي الديرما رولر، انا افضل انه ما يكون اي شيء على بشرتي حتى الديرما رولر ما يصير عليها اكسترا بكتيريا المره الجايه اللي اني استخدمها، لان بصراحه اني الراس استخدمه من 3 مرات 4 يلا ابدله. بس قبل ما استخدمه وبعد ما استخدمه ارش الكحول عليه، اني ما اقدر اعيش بدون الديرما رولر. بالاسبوع اقل شيء اقل شيء اقل شيء، يعني ما عندي وقت مره واحده اسوي ديرما رولر اقل شيء. طبعا الديرما رولر من تسووها لازم تسووها باتجاه واحد، يعني تحطوها هيجي وهيجي مو هيجي. قبل اني هيجي اسوي بس وراها شفت فيديوهات من العالم كلها هيجي تسوي فتعلمت. معاني اسوي هوريزونتال خطوط وفيرتيكال، معناها بالعرض وبالطول اسويهم. نفس الشيء على الخشم هم هيجي اسوي له
فأحاول إنه ما أطول هواية على المنطقة حتى ما أجرحها زايد عن اللزوم، وراها الهيلينج بروسيس يكون كلش طويل وممكن تتأذى البشرة، فأحاول إنه أسويها على كيفي بس أخلي نفسي متواصلة يعني بالأسبوع مرة أقل شيء حتى صدق أوصل نتيجة وما أذي بشرتي بهاي الطريقة. خلصت هسه الديرمال رولر وجهي بعدني ما حاطة عليه أي شيء، راح أحط هسه الفيتامين سي سيروم هلقد أحط على إيدي، وراح أخبط وياه هايلورونيك أسيد من الأوردينري هم هلقد راح أحط هيجي أسوي وأسوي تاب على وجهي. طبعا هاي احسن طريقة تحطون بيها السيروم انه تطبطبوه على الوجه حتى صدق يدخل بالبشرة. بس راح احط هذا الاي كريم من ألمس واني دائما هم احب احط عليه فوق العين ارطب المنطقة شوية اطبطب. هسه راح استخدم هذا الفيس كريم من فيس ريالتي اسمه كين بيبتايد كريم، ما راح احط هواي راح احط قليل بس هالقد. ورا ما احط المرطب اجيب شوية كاستر اويل اللي هو زيت الخروع ادخل بيه هاي الفرشة وحطه على حواجبي، واخر اخر شيء هو مرطب شفايف. That's it guys، مثل ما شفتوا خلصت وياكم الروتين الليلي مالتي للبشرة، اتمنى استفاديتوا وحبيتوا. لا تنسون تسوون thumbs up، واللي بعده ما مشترك بالقناة don't forget to subscribe، اشتركوا بالقناة ها، واني احبكم كلش هواية واشوفكم على المرة الجاية. باي.